نحتاج في كثير من الأحيان إلى أن نضغط مجموعة كبيرة من الصور كي ربما نرسلها إلى أصدقائنا على الإنترنت. مثلا فلنقل أن هناك مئات الصور الموضوعة ضمن مجلدات محتوى في بعضها، مثل مجلد رئيسي ومجموعة من المجلدات داخله، كل واحد يحتوي على مجموعة من الصور. وربما يصل حجم هذه مئات من الصور إلى عدة مئات من الميجا بايتات، 500 مثلا. عندها لن نستطيع أن نرفعها على الإنترنت، فيجب علينا أن نضغطها. أولا سأتحدث عن السبب الذي يعطي الصورة حجمها. في الصورة هناك أولا دقة الصورة، فلنتذكر أن الصورة مكونة من عدد من البكسلات، كل بكسل يحوي لونا واحدا. وبالتالي هذه الصورة مثلا تحتوي على هذا العدد من البكسلات عرضا وهذا العدد من البكسلات طولا، أو بالعكس، هذا العرض وهذا الطول. والأمر الآخر الذي يعطي الصورة حجمها هو التدرج اللوني. لاحظ مجموعة التفاصيل الموجودة هنا، وبالتالي هذه الصورة تحتوي الكثير من المعلومات، معلومات عن هذا التدرج من اللون البرتقالي إلى اللون الأزرق الموجود في الأعلى. وبالتالي عند الضغط يمكنني أن أتلاعب بهذين المقدارين كي أقلل من حجم الصورة، إما أن أقلل عدد البكسلات الموجودة في الصورة أو أن أقلل المعلومات الموجودة في الصورة، أي أن أتخلى عن هذا التدرج اللوني الجميل كي أحصل على صورة أصغر. مثلا هذه الصورة تخليت فيها عن تدرج اللون بالكامل، عرضتها لضغط شديد، ومع أنها تملك نفس الأبعاد، نفس العرض ونفس الارتفاع للصورة السابقة، إلى أن حجمها صغير جدا، فقط 83 كيلو بايت، بينما الصورة الأصلية كانت 1.8 ميجا بايت. وبالتالي كل صورة يمكننا أن نعرضها إلى مقادير مختلفة من الضغط لهذين النمطين من المعلومات حتى نصل إلى حل مناسب لهذه الصورة. فمثلا الصور الفنية مثل هذه لا يمكننا أن نتخلى عن المعلومات، قد نتخلى عن عدد البكسلات مثلا، أن نخفضها إلى النصف، ولكن إذا تخلينا عن معلومات التدرج اللوني تصبح الصورة عديمة القيمة مثل هذه الصورة. أما إن كنا نريد أن نرسل صور مثل هذه مثلا، قمنا بتصوير عدد من المستندات بالكاميرا وأردنا أن نرسلها إلى الآخرين، هنا لا يهمنا التدرج اللوني، لا يهمنا التدرج من الظل هنا، اللون الرمادي، إلى اللون الأبيض في الوسط. يمكننا أن نضحي بالتدرج اللوني، ولكننا لا نريد أن نضحي بعدد البكسلات، لأن عدد البكسلات هو الذي يعطي هذه الكلمات وضوحها. وبالتالي يمكنني أن أعرضها لضغط عال دون أن أخسر فائدة هذه الصورة من وضوح الكلمات الموجودة في داخلها. سأستعمل برنامج اسمه إرفان فيو، هذا هو البرنامج. في هذا البرنامج من فايل اختار Batch Conversion أو Rename، ثم اختار المجلدات التي أريد أن أضغطها. مثلا أريد أن أضغط كل الأشياء، أو سأبدأ بمحاولة ضغط هاتين الصورتين. سأضغط على Add، ثم من Options سأختار مقدار الضغط اللوني الذي أريد أن أعرض هذه الصورة له، أي سأتخلى هنا عن المعلومات الموجودة في الصورة، عن التدرجات اللونية. مثلا سأضغط هذه الصورة إلى 10% من جودتها الأصلية، ثم سأختار المكان الذي أريد أن أحفظ هذه الصور إليه، وأضغط على Start Batch، وسيضغط هذه الصور أوتوماتيكيا. الآن فلنشاهد الصور مضغوطة. لاحظ أن التدرجات اللونية قد ذهبت أدراج الرياح في هذا الضغط، ولكن ما يزال الكلام واضحا لأنني حافظت على البكسلات الموجودة في الصورة. وبالتالي قللت حجم الصورة إلى 200 كيلو بايت فقط،
وإذا كان عندي مئات من هذه الصور وقارنت بين حجمها الأصلي وحجمها المضغوط، سأحصل على ربما ضغط من 500 ميجا بايت إلى 25 ميجا بايت، وهذا محمول إذا أردت أن أرسله على الإنترنت. أما الأمر الآخر في الضغط وهو تقليل عدد البكسلات الموجودة في الصورة، فمن Advanced اختار Resize، اختر Set New Size as Percentage of Original كي تختار الضغط بالنسبة المئوية، واضغط على Preserve Aspect Ratio كي تحافظ على أبعاد الصورة الطول بالنسبة للعرض. ثم مثلا سأختار الضغط إلى 15% من أبعاد الصورة الأصلية، ولكنني هذه المرة سأحافظ على جودة الألوان قدر الإمكان، وسأضغط نفس الصور السابقة. لاحظ هنا أن الكلام أصبح أقل وضوحا من الصورة السابقة. حافظت على التدرجات اللونية في الصورة، أجل، ولكن الكلام لم يعد واضحا، وهذا ما لا نريده. وبالتالي أنت حسب الصورة التي تريد أن تضغطها تختار كيف تريد أن تضغطها، هل تريد أن تضحي بالتدرجات اللونية أم تريد أن تضحي بعدد البكسلات الموجودة في الصورة. ففي الصور الفنية يمكنك أن تضحي بعدد البكسلات ربما إلى النصف، أما في هذه الصور مثلا صور الصفحة أو صور لا تحتاج فيها إلى تدرجات لونية، قم بالتضحية بالتدرجات اللونية كي تقلل حجم الصورة. سننتقل إلى ضغط عدد كبير من الصور، نختار Batch Conversion، ثم نختار المجلد الذي يحتوي على جميع الصور، ونضغط على Include Subdirectories، ونضغط على Add All. ونسيت أن أنوه أن إشارة الصح يجب أن تكون موجودة حتى تتمكن من فتح خيار Advanced، فافتح خيار Advanced. مثلا سأقوم بالضغط على بتقليل عدد البكسلات بنسبة 25%، وسأحافظ على 75% من الجودة. ثم من Advanced سأختار Overwrite Existing Files كي ينهي أي أو كي يستبدل أي ملفات سابقة قمت باستعمالها، و create subfolders in destination folder كي يحافظ على بنية المجلدات. أوكي، start batch. بعدها فلنشاهد الصور المضغوطة. لاحظ أنه حافظ على بنية المجلدات وضغط كل الصور الموجودة، فلنشاهد الحجم النهائي 11 ميجا بايت، أما الملف الأصلي فهو بحجم 45 ميجا بايت، وطبعا يمكن أن أقلل الحجم أكثر إن قمت بتطبيق أعداد ضغط أقوى.